أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في لقاء جديد. هيكون كلامنا النهاردة وتفصيلا على البلاد فيسلز، الأوعية الدموية. Learning objectives of our lecture: after the study of this lecture you will be able to describe the general structure of the blood vessels. تقدر توصف في الترشيح العام الشكل العام للأوعية الدموية. Identify the arteriovenous connections، الوصلات ما بين الارتريز والفينز. كمان تعمل differentiation between the arteries and the veins، ازاي نفرق ما بين الارتر والفينز. دي النقاط اللي هتشتمل عليها المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله. البلاد فيسلز دي عبارة عن tubular and run through almost part of the body، دي عبارة عن انابيب بتمر داخل اعضاء الجسم المختلفة. They are designated according to their connect as blood and lymph vessels. الأوعية في منها أوعية دموية اللي احنا نتكلم عليها أو بصدد الحديث عنها، وفي أوعية لمفاوية دي هناخدها في الجهاز اللمفاوي. البلود فيسلز ار ديفايدد انتو، قسموا البلود فيسل لبالمونري فيسلز وسيستميك فيسلز. قالوا البالمونري فيسلز اللي هي واصلة للرئتين، فاكر حضرتك البالمونري سيركوليشن ده البالمونري ترانك اهو، انقسم لرايت وليفت بالمونري ارتر ورجع عن طريق ايه؟ البالمونري فينز اللي هي الحمر دي بتحمل دم مؤكسج، دول بيسموهم بالمونري فيسلز. بقيه الفيسلز اللي هي الاورطه والفينا كافي وتفرعاتهم المختلفه خلال الجسم دي بيسموها سيستميك فيسلز. يبقى الفيسلز بيقسموها ترشيحات لبالمونري فيسلز وسيستميك فيسلز. الفيسلز اول جزء نعرف فيها الارترز، احنا قلنا الفيسلز بتتضمن الارترز والفينز. البلاد فيسلز عبارة عن ارترز وفينز. الارترز convey the blood from the heart to the tissue، الارترز هي اللي بتنقل الدم من القلب للانسجة المختلفة بتاع الجسم. دول بيبقوا divided to branches ended by arteriole، كل شريان سواء بقى كبير ينقسم لميديم ينقسم لسمول لحد ما ينقسم لشريان صغير في الديامتر بتاعه في القطر بتاعه بيسموه arterioles. They have short course، دائما الشريان قصير في التوصيل بتاعه، يعني ينتقل لأقرب فرصة، لأن الفين بيبقى الكورس بتاعه بيبقى لونج، إنما الشريان بيبقى الكورس بتاعه بيبقى شورت كورس، يعني كل شريان بيخرج قبل الاستراكشر اللي هو رايح يغذيه، زي ما حضرتك شايف تفرعاته كتيرة جدا. زي end by dividing into capillary، كل شريان من دول سواء بقى كان large arteries زي الأورطة أو الأبهر ده ينقسم لشرايين أقل حجما فأقل حجما لحد ما يوصل لمرحلة الأرتريولز. الأرتريولز ده في النهاية يديني إيه؟ يديني blood capillaries أو شعيرات دموية. الوول بتاع الأرتري، أي أرتري بيكون الوول بتاعه من 3 طبقات 3 coats. اول كوت اللي هو الاكسترنال كوت او بيسموه التونيكا اكسترنال، الطبقه الخارجيه او الغطاء الخارجي ليه ده بيسموه التونيكا اكسترنال. دي كونسيستد اوف ذا فايبرز كونكتيف تيشو ان اتس ديبر بارت ار سام الاستيك فايبر اند ان سام ارتريز ار اولسو لونجيتودينال سموس ماسل فايبر. الاوتر فايبرز لاير ديت بيسموها التونيكا اكسترنال او التونيكا ادفنتيشيا، اللي هو الاكسترنال كوت بيبقى عباره عن وايت فايبرز كونكتيف تيشو، ممكن يبقى فيه الاستيك تيشو، ممكن يبقى فيه لونجيتودينال ماسل فايبر زي ما حضرتك شايف الصوره كبيره اهي. ده الاكسترنال كوت وده الميدل كوت وده الانر كوت. خلينا في الاكسترنال كوت اللي هو ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونكتيف تيشو او وايت فايبرز تيشو، ممكن يبقى فيه موجود فيه الاستيك، ممكن يبقى فيه موجود لونجيتودينال ماسكولار فايبر. الطبقه الوسطى وهي الطبقه العضليه الميدل كوت، اللي هو الميدل كوت ده كومبوزد اوف سموس ماسل اند الاستيك تيشو اوف ذا ميديا في الميديوم سايز ارترز. تلاقي الطبقه الوسطى دي طبقه عباره عن سموث ماسل فايبرز، وممكن يبقى في موجود فيها الاستيك كونكتيف تيشو. ان سمول فيزلز ار اونلي ماسكولار تيشو، في الشرايين الصغيره نلاقي الطبقه الوسطى دي عضلات بس، ولكن الطبقه الوسطى دي في اللارج فيسز زي الاورطه الابهر الطبقه الوسطى هي عضلات بس يبقى موجود فيها الاستيك تيشو. يبقى الطبقه الوسطى دي عباره عن ماسكولار layers، عباره عن ايه؟ عباره عن سموث ماسل. لو الشريان ده كبير في الحجم يبقى موجود فيها الاستيك تيشو، ولذلك الشرايين الكبيره نسميها الاستيك فيسلز، شرايين مطاطيه، لان الدم قريبه من القلب، الدم بيجي لها بقوه فلازم تتمطط تتسع علشان تستقبل الضخه بتاع الدم، الدم انضغاط الدم الكبير ليها ده. في الشرايين متوسطه الحجم بنلاقي الطبقه الوسطى دي عباره عن عضليه فقط، ماسكولار لاير او سموث ماسل اي لاير.
الانر كوت او تونيكا انتما او اللي هي الطبقه الداخليه بقى دي كونسيست اوف ذا لير اوف اندوثيليال سيل ريستنج اون ذا الاستيك ميمبرين. الطبقه الداخليه عباره عن ايه؟ اندوثيليا، هو طبقه من خلايا اندوثيليال سيل منتظمه في طبقه ايه واحده بالشكل ده كده. دي الاكسترنال لير او التونيكا اكسترنال عباره عن فايبرس كونكتيف تيشو وممكن يبقى فيها الاستيك تيشو، ودي الطبقه الوسطى عباره عن سموث ماسل لايرز بيختلف سمكها تبع نوع شريانها هل هو شريان كبير ولا متوسط الحجم، ودي الطبقه الداخليه اللي هي الاندوثيليال لير اللي هي التونيكا انتما. يبقى تونيكا اكسترنال وتونيكا ميديا وتونيكا انتما او اكسترنال كوت وميدل كوت وانترنال كوت بالشكل ده كده. صورة تانية اهو دي الاكسترنال كوت ودي الميدل كوت اللي هو عبارة عن تونيكا ميديا عبارة عن سموث ماسل وممكن يبقى موجود فيها كمان الاستيك تيشو ده في اللارج فيسلز او اللارج ارترس. والانر لير عبارة عن اندوثيليال سيل بالشكل ده كده الاكسترنال كوت والميدل كوت والانر كوت اللي هو الاوتر فايبرس والميدل ماسكولر والانر اندوثيليال، وده اللي يؤمن التجويف بتاع الارتري او جواه البلاد سيلز بقى بيسبح جوه الارترز دي البلاد. الارترز بيقسموها او كلاسيفايد اكوردنج تو السايز بتاعها، ليه لارج سايز ارترز بيسموها الاستيك ارترز وميديوم سايز ارترز بيسموها ماسكولار ارترز وارتريوز اللي هي سمول ارترز. يبقى تبع حجم الشرايين يقسموها زي ما حضرتك شايف كده لارج سايز ارترز وميديوم سايز ارترز، ودي بيسموها الارتريولز اللي هي الشرايين تصغير بقى الشريان. يبقى ده كان لارج سايز وده ميديوم سايز وده سمول سايز، او ده بيسموه الاستيك ارتري وده يسموه ماسكولار ارتري وده ارتريول. اللارج سايز ارترز او الالاستيك ارترز بيبقى الالاستيك ارترز زي الاورطه، المثال بتاعنا للشرايين المرنه زي الاورطه شريان كبير جدا. الطبقه الوسطى اللي احنا قلنا عباره عن ماسكولار لير بيبقى موجود فيها كمان موجود فيها الاستيك فايبرز الياف مرنه. زير وول كونتين لارج اماونت اوف ذا الاستيك تيشو اند سمول اماونت اوف ماسكولار تيشو. يبقى الطبقه العضليه جواها ماسكولار تيشو، الطبقه الخارجيه الطبقه الوسطى جواها الاستيك فايبرز والطبقه الخارجيه جواها الاستيك فايبر. هنا اللي بيطغى عليه طابع الالاستيك، علشان ايه؟ علشان هو قريب من القلب ده الاورط اهو، فالدم لما يضخ فيه يتسع لكميه الدم اللي طالعه من القلب على ما يمشي بقى الدم ويتوزع على بقيه شرايين الايه الجسم. فلذلك اللارج ارتري يسموها ايه؟ يسموها الاستيك ارتريز بتحتوي على لارج اماونت اوف ذا الاستيك ايه تيشو. المثال بتاعنا هنا يا جماعه الاورطه، ودي بتبقى الدايمتر بتاعها كبير من اسمها، هي اسمها لارج ارترز. تاني نوع من الارترز بيسموها ميديوم سايز ارترز، الميديوم سايز ارترز يسموها ماسكولار ارترز، ودي هاف مودريت دايمتر القطر بتاعها متوسط الحجم، ودي بتحتوي على كميه من العضلات. الالاستيك تيشو هنا بيقل عن تواجده في الالاستيك ارترز او اللارج ارترز، بيبقى البريدومينانت تيشو هنا ماسكولار، يعني الطبقه الوسطى اللي هي عضليه دي ما فيهاش كتير الاستيك تيشو كلها عضلات. يعني زير وول كونتين لارج اماونت اوف ذا ماسكولار اند سمول اماونت اوف ذا الاستيك تيشو. يبقى نسبه العضلات او الطبقه العضليه للالياف المرنه كان هنا الالياف المرنه عاليه، انما هنا الالياف المرنه قليله، انما العضلات او الطبقه العضليه اكبر، وذلك بيسموها ماسكولار ارترز. المثال اللي عندنا زي الفيسرال ارترز والارترز والزلم بالشرايين اللي موجوده داخل الامعاء والشرايين اللي موجوده في الاطراف زي ما حضرتك درست في الثوراسيك ليمب والبلفيك ليمب. الارترز اللي حضرتك شفتها دي كلها عباره عن ميديوم سايز ارترز او بيسموها ماسكولار ارترز. يبقى الفرق ما بين الاثنين في الدايمتر والايه والبريدومينانت تيشو النسيج السائد. النسيج السائد هنا في عضلات بس هنا في الاستيك كتير، الالاستيك اكتر من الماسكولار تيشو، انما في الميديوم سايز اللي بيسموها ماسكولار من اسمها ميديوم سايز او ماسكولار ارترز يبقى المصل اعلى من الالاستيك تيشو. ثالث حاجه الارتريولز اللي هو تصغير ارتري بيسموه الشرايين، ده عباره عن سمول دايمتر بلاد فيسلز ان ذا مايكرو سيركيليشن ذات از اكستندد اند برانشد اوت فروم ذا ارتري اند ليد تو كابيلاري. نهاية شريان، أي شريان ينقسم لمجموعة من الأرتريولز، الأرتريولز ده يتفرع لمجموعة من البلاك كابيلاريز أو زي ما حضرتك شايف أدي اللارج أرتري، بعد كده يديني ميديوم سايز أرتري، بعد كده يديني أرتريول، الأرتريول ده يتفرع في النهاية لإيه؟ لبلاك كابيلاريز. الدايمتر بتاعه بيبقى لزان 100 مايكرون اقل من 100 مايكرون. الارتريولز هاف ماسكولار وول يوجوالي اونلي 1
تو لايرز اوف سموث ماسل. تبص تلاقي خلاص بقى الطبقات بتضمحل هنا او بتنتهي هنا، تبص تلاقي الطبقه عضليه طبقه واحده او اتنين وجوه الاندوثيليال سيل. بعد كده الكابيلرز هتبقى طبقه واحده من الاندوثيليال سيل زي ما حضرتك شايفه، ده التونيك اكسترنا بتاع الارتريولز طبقه صغيره جدا. الماسكولار لاير عباره عن طبقتين من الخلايا العضليه وبعدين الاندوثيليال ايه سيلز، دي طبقات الايه الارتريولز. يبقى الارتريولز دي نهايه تفرع الارتري زي ما شايف حضرتك اهو، ده الالاستيك ارتر او اللارج ارتر. نبص حضرتك لحجم الصوره، لا احنا بنبص على الديجري بتاع الالاستيك. الالاستيك اللون الازرق اللي باين او اللبن اللي باين هنا، هنا اكتر ولا هنا؟ ده هنا اللون الازرق اللي هو الالاستيك تيشو. الالاستيك تيشو هنا البريدومينانت تيشو، نسيج السائد على العضلات، فده الالاستيك ارتري اللي هو لارج سايز ارتري. انما هنا الالاستيك اقل من اللون الازرق، اقل من الاحمر، يبقى هنا معناها ان العضلات اكتر، فده بيسموه ماسكولار ارتري او ميديوم سايز ارتري. امال ده ايه بقى؟ ده الارتري صوره متكبره هنا. الارتريول عباره عن طبقتين بس من العضلات، انما الصوره دي لو كبرناها ده ماسكولار، ده الاستيك، ده شريان كبير، ده شريان متوسط، ده شرايين بقى. ده يبقى ده اللارج ارتري وده الميديوم سايز ارتري وده الارتريول. في عندنا انواع خاصه من الارتريز او البلاد فيسز. عندنا الهيلوساين ارتري وده بيبقى تورشوس او سبايرال في الشيب، وده موجود في بعض اورجان زي اليوترس وبتاع الفيميل جينيتال تراك. عباره عن تورشوس ارتري بريزنت ان ذا راكتايل تيشو، في النسيج الكهفي اللي موجود في السكس اورجان، وده بيعمل بروفايدنج ا دايركت كونكشن بتوين ارتري او اند فين. ده الهيلوساين ارتري او السبايرال، لو لابس الشكل او حلزوني الشكل كده مجعد او زي ما شايف بيسموه الهيلوساين ايه برانشز بتاع اليوتراين ارتري. ده اليوتراين ارتري، ده اليوترس الرحم، ودي اليوتراين تيوب، وده الاوفري، ده فيميل جينيتال اورجانز بتاع هيومن. ده اليوتراين ارتري يخرج منه برانش بيسموه الهيلوساين برانشز. الهيلوساين برانش دي شكلها لولبي في الشكل او سبايرال في الشيب زي الهيلوساين او السبايرال برانشز اوف اليوتراين ارتري. ده نوع خاص من الارتري بيسموه الهيلوساين ارتري او السبايرال ارتري بالشكل ده كده اهو. شايف خرج من برانش من الارتري اليوتراين ارتري، خرج منه برانشات عملت اقواس وبعدين عملت اركويت ارتري شارين قوس، وبعدين خرج برانشز يسموها السبايرال او الهيلوساين ارتريز. زي ما حضرتك شايف ادي اليوتراين ارتري داخل اليوترس، خرج منه برانشات شايف لولبيه الشكل او حلزونيه الايه الشكل، تودي الدم والدم يرجع بنفس الطريقه عن طريق هيلوساين فينز كده تتجمع وتكون اليوتراين ايه فين. في عندنا تاني سبيشال تايب من الارتريز بنسميه اند اور تيرمينال ارتري. ده ان ارتري وزود كونكشن تو ذا نيبرنج ارتري، ده بيسموه الشريان المنتهي. الشريان المنتهي زي ايه؟ زي السنترال ارتر اوف ذا ريتنا، بيعمل ايزوليتد نتورك، يعني الشريان ده دخل وما عملش كونكشن مع اي شريان تاني، ده بيسموه الاند او التيرمينال ارتري، شريان منتهي ما عملش نتورك مع حاجه تانيه، ده عمل ايزوليتد نتورك لوحده ما عملش كونكشن او ارتبط بشريان مجاور ليه، فبيسموه الاند او التيرمينال ارتري اللي هو الشريان المنتهي بالشكل ده كده اهو. ادي السنترال ارتري اوف ذا ريتنا راح وتفرع بس ما عملش تشابك مع حاجه تانية، مع شرايين تانية، هو الشريان مشي وتفرع وانتهى، فبيسموه عشان كده التيرمينال اور اند ارتري. ما بيعملش ار ساتش اس فورم ايزوليتد نتورك، بيعمل ايزوليتد نتورك لوحده، ما بيعملش كونكشن مع نيبرنج ارتز، ما بيعملش اي تشابك مع شرايين مجاوره بالشكل ده كده. ده بيسموه ترو تيرمينال ارتري. شوف كل الشريان تفرع وكل واحد عمل نتورك منعزل وهو ما تشابكش مع اي حاجه تانيه او عمل كونكشن مع اي ارتري تاني. هنا بنسميه فانكشن اند ارتري، هو الارتري ده هو الاند او التيرمينال ارتري، تفرع لمجموعات او تفرع هو نفسه لمجموعه كامله. ليه ده؟ عشان لو دي اتقفلت دي تفتح عليها، دي اتقفلت دي تفتح عليها، عشان لو منطقه اتسدت من شريان المنطقه اللي بيغذيها يحصل لها نكروز هتموت.
فربنا حابب الكونكشن ده هنا في الفانكشن اند ارتري دوت، علشان لو حاجه اتقفلت هنا التاني التفرع التاني غزه. انما هو عموما الشريان او الاند ارتري ما بيعملش كونكشن مع ارتري تاني، انما الكونكشن ما بين الارتريز وبعضها وما بين الفينز وبعضها بتبقى موجوده في الجسم على 9-1. انما الاند ارتري ده شريان خاص، نوع خاص، ما بيتفرعش او ما بيعملش كونكشن مع شريان اخر. لو اتقفلت منطقه هنا، بص احنا قلنا دوت، قلنا ده ترو اند ارتري، اهو اند ارتري انتهى بنتورك منفصله. هنا فانكشن اند ارتري، الفانكشن يعني ايه؟ اتصلت الحاجات دي ببعضها، الاجزاء دي او النتوركس دي ببعضها، فيغذي المنطقه دي كلها، دي اتقفلت دي توصل لها وهكذا. في الفانكشن اند ارتري لو اتقفل دي كده، طب ما دي هتتغذى من دول، ده هيجيب لها وده هيجيب لها. انما لو هنا بقى قفل ده الجزء الاوسط ده، هتلاقي يحصل ايه بقى؟ هيتقفل الغذاء للمنطقه اللي رايح لها الشريان ده، الجزء ده من الشريان، فيحصل لها نكروز هتموت. فالمنطقه الازرق اللي احنا مشاورين لك عليه دي منطقه القفل، فده بيسموه ترو فانكشن اند ارتري. هو اند ارتري ما تفرع، ما عملش انستموز مع حاجه تانية او تشابك مع حاجه تانية، انما تفرع لفروع عدى وانتهى. المثال بتاعنا بتاع التيرمينال ارتري او الاند ارتري اللي هو السنترال ارتري اوف ذا ريتينا، سنترال ارتري اوف ذا ريتينا از ات اند اور تيرمينال اي ارتري. في عندنا اذر تيرمز ريليتد تو ذا بلاد فيسلز، في بعض المصطلحات مختصة للبلاد فيسلز للارتريز والفينز. عندنا في الريكارنت ارتري، من اسمه ريكارنت يعني ران ان ا دايركشن اوبوزيت تو ذا بيرنت ستيم. ادي شريان جاي وماشي هيتفرع لفروع، ماشي طول ما هو ماشي عمال يدي فروع، ده طلع منه بيرنت الازرق ده كده، ده البيرنت فيسلز الشريان الاب او الاساسي، طلع منه شريان اهوت سمناه ريكارنت، هو ده ماشي اتجاهه كده لتحت تمام، ده عكس الاتجاه، run in a direction opposite to the parent stem، عكس الاتجاه، ده ماشي الاسفل ventral، ده اتجاه dorsal، لذلك يسموه recurrent يعني الشريان العائد، الشريان العائد، الشريان الرئيسي ماشي ventral والشريان اللي طلع منه ماشي dorsal او ابر كده لفوق، فده يسموه ريكارنت او الشريان الايه العائد. تاني نوع بنسميه كولاترال فيسلز، كولاترال فيسلز او فازا كولاترالز از وان ويش بيرسس A course nearer and similar to that of the large vessels. بالشكل ده كده شريان ماشي مصاحب collateral vessel، يعني الوعاء المصاحب vasa collaterali أو vasa collateralis، دي الشريان المصاحب، مصاحب لإيه؟ لإيه؟ لفيسلز كبير تاني زي اللي حضرتك شايفه ده أهو، الكولاترال ألنر دوت ماشي مصاحب للبراكيال ارتريز، مصاحب ليه ده الكولاترال النر ارتري اند فين، الشريان والوريد المصاحبين، مصاحبين لمين؟ للبراكيال ارتري، مصاحبين للبراكيال ارتري اند فين، الاثنين دولت مصاحبين للاساسيين دول، زي ده كده مصاحب للشريان الكبير ده، فده بيسموه كولاترال فيسلز، بيمشي في نفس الكورس ولكن هو مصاحب ماشي في نفس الكورس بتاع اللارج فيسلز. تالت نوع كوميونيكيتنج برانش او راماس كوميونيكانز، يبقى لما نسمع في المشرحة راماس كوميونيكانز او كوميونيكيتنج برانش يعني ريلاتيفلي لارج كوميونيكيتنج برانش زي مي بي ترانسفيرس اور ان ذا فورم اوف ذا ارشز، يعني ايه؟ شريان ماشي وشريان تاني ماشي وما بينهم ايه؟ ما بينهم واصله، الواصله دي سموها ايه؟ كوميونيكيتنج برانش، الشريان ادى برانش وده ادى برانش، الاثنين اتحدوا مع بعض، يا اما في صوره لارج فيسز زي ما حضرتك شايف كده، ادي شريان وادي شريان الاثنين تشابكوا مع بعض، ده ماشي ادى الاصفر، ده ماشي ادى الاحمر ده، والاصفر الناحيه الثانيه ادى الاخضر ده، الاثنين تشابكوا، دول بيسموهم كوميونيكيتنج برانش، تفرعات وصليه ما بين الشرايين بالشكل، اما في صوره وصلات زي كده او في صوره ارشز اقواس زي ما انت شايف كده، ادي شريان وادي شريان في الهوب بتاع الغرز، الشريانين دولت في الديستال اكستريميتي، البلاس سبلاي بتاع الديستال اكستريميتي بتاع الليمبس بتاع الهورس، او دي في صوره ارش او في صوره ايه اقواس، دي بيسموها كوميونيكيتنج برانش، يا اما تكون في صوره لارج كوميونيكيتنج برانش او في صوره ايه ارشز بالشكل ده، ارشز ما بين الارتريز الوصلات دي في صوره ايه ارشز كده، ده بيسموه كوميونيكيتنج برانش. رابع ريليتد تيرم للبلاد فيسز عندنا ما يسمى بالبلكسس فاسكولوزس والريتيف فاسكولوزس. البلكسس فاسكولوزس اللي هي الضفيرة الوعائية،
الضفيرة الوعية دي عبارة عن network of the numerous fine branches most commonly the connection of the arteries. الضفائر اللي كونت دي نتيجة تشابك الأوعية مع بعضها والأرتري مع بعضها بنسميها بلكسس فاسكولوزس أو الفاسكولار بلكسسز. البلكسس عبارة عن نتورك من نيومرس فاين برانشز، ودي دايما بتبقى في الجانب الشرياني، يعني الشرايين مع بعضها تدي برانشات أدق فأدق وتتجمع وتكون إيه، تكون بلكسس أي زي البروكسيمال نافيكولار بلكسس كده بالشكل ده، والديستال نافيكولار بلكسس في منطقة الديستال بارت بتاع الليمب زي ما حضرتك عرفت، ده الفيرست فالانكس وده السكند وده الثيرد فالانكس. في المنطقة دي بتكون حاجة اسمها البروكسيمال نافيكولار بلكسس والديستال نافيكولار بلكسس عند الديستال اند بتاع الإيه بتاع الليمب. هنا دي النافيكولار بون او الديستال سيساموييد بون داخل الحافر بتاع الحصان، داخل بقى الاستراشر جوه الحافر. نبص نلاقي دي البروكسيمال نافيكولار بلكسس والديستال نافيكولار بلكسس، دي بيسموها البلكسس فاسكولوزس او الفاسكولار بلكسس. في الريتيف فاسكولوزا، الريتيف فاسكولوزا عباره عن وايد مش نتورك اوف ذا فيسز زي ما حضرتك شايف، ده تصوير برضو للبلاد فيسز في الديستال بارت بتاع الليمب بتاع الهورس عند نهايه خالص عند الديستال فالانكس. شايف شبكه كبيره قوي من الاوعيه وايد مش نتورك اوف ذا فيسز كونت لحاجه اسمها الريتيف فاسكولوز او الشبكه الوعائيه، عباره عن ضفيره من الاوعيه، دي عباره عن شبكه كبيره من الاوعيه او وايد مش نتورك اوف ذا فيسز، دي بيسموها الريتيف فاسكولوزا او الفاسكولار ريتي. سادس نوع فيما يسمى بالريتي مرابل، وده هتقابلنا في البرين اناتومي والبلاد سبلاي بتاع البرين، دي عباره عن نتورك انتركليتد ان ذا كورس اوف ان ارتري، عباره عن شبكه من الاوعيه موجوده عند مستوى الارتري. ادي الارتري اهو، ودي شبكه من الاوعيه دي يسموها الريتي مرابل. الريتي مرابل عباره عن نتورك من البلاد فيسز موجوده في الكورس بتاع الارتري. الارتري ماشي اهو كمل، ولكن في شبكة من الأوعية تواجدت في مساره، اتكونت في مساره زي ما حضرتك شايف في الصورة كده كونتراست ميديا اهيت بالشكل ده كده. ادي الريتيمورابل ده في البرين بتاع الهورس فنترال فيو اهو، ده الارتري تواجدت شبكة من الأوعية في طريقه هنا، اتكونت في طريقه يسموها الريتيمورابل بالشكل ده كده، ايه دي الريتيمورابل. كل دول بنسميهم الايه الريتيمورابل. ليه بقى الريتيمورابل ده؟ عشان تضمن بلاد سبلاي جيد، لو حاجه اتقفلت يبقى الثانيه فاتحه وهكذا، يبقى في اماكن تعويضيه جدا، ودي موجوده في البرين زي ما حضرتك شايف من الفايتال اورجانز او من الاعضاء الحيويه كده. ادي الارتري وكونت الريتيمورابل ويكمل الارتري، دي شبكه من الاوعيه. صور كتير معانا للريتيمورابل، ادي الريتيمورابل. الريتيمورابل عباره عن شبكه من الاوعيه في مسار الارتري الاساسي فبالشكل ده كده، دي الريتيمورابل. دي هناخدها في البرين اناتوم ان شاء الله. الانترنال كاروتيد ارتري والاوكسيبيتال ارتري، ادي الماكسيلري، اتكونت حاجه اسمها روسترال ابيديورال ريتيمورابل اهو. انا اللي عاوز اوصله ليك دلوقتي في الجنرال انجيولوجي ان الارتري ماشي في انتركاليتد لي نتورك من الفيسز في مسار الارتري سموها الريتيمورابل. ادي شريان وادي شريان، اتواجدت شبكه من الاوعيه في مسار هذا الايه الشريان يسموها الريتيمورابل. في الاركتايل او الكافيرنس تيشو، الكافيرنس تيشو في بادي بيبقى نيومرس، ده عبارة عن vascular spaces، عبارة عن تجاويف وعائية، ده بيسموه erectile tissue. ده characterized by closely packed together، شايف التجاويف دي بيسموها التجاويف cavernous tissue، تجاويف كهفية. التجاويف الكهفية دي بتبقى متماسكة مع بعضها أو متجاورة مع بعضها كده زي ما حضرتك شايف أي. ده فين ده؟ ده قطاع في القضيب بتاع اليومن أو في البينس، كأن قاطعين في القضيب واخدين كروس سيكشن، مقطع عرضي في البينز. نبص تلاقي التجويف الكهفيه دي بيسموها كافيرنس سبيسز. الكافيرنس تيشوز او الكافيرنس سبيسز دي بتكون حاجه اسمها اركتايل تيشو، او بيبقى لايند ويز اندوثيليوم، التجويف دي محاطه بالاندوثيليوم، سيتويتد ان ذا كومنت اوف ذا بلاد ستريم، ده وصل لها دم وبغزاره. لما هناخد في الميجنتال سيستم نلاقي الاريكشن او انتصاب القضيب بيعتمد على امتلاء هذه التجويف بالدم، تملا هذه التجويف بالدم اللي هي كافيرنس او كافيرنس تيشو يحصل اريكشن،
تفضى من الدم، يعني الدم جاي لها من الشريان ملاها، حصل إريكشن للقضيب أو انتصاب للقضيب، فضيت من الدم يحصل ريلاكسيشن يرجع القضيب لوضعه الايه الطبيعي زي ما هنتكلم تفصيلا في الميل جينيتال سيستم. فدي سيتويتد ان ذا كوميونيتي اوف ذا بلاد ستريم. ذيس بلاد سبيسز ار فيد باي ارتريول and are rapidly engorged with the arterial blood under appropriate of the nervous stimulation. اي nervous stimulation بقى او behavioral stimulation اثار الحيوان يبدا يحصل ايه، يحصل امتلاء للكافيرنس سبيسز ده بالايه بالبلاد، الدم يملاها فيحصل انتصاب للقضيب او اريكشن. بعد عمليه الميتنج او كوبليشن، بعد عمليه الجماع او السيكشوال انتركورس، يحصل ايه، يحصل ان يحصل ايميتنج للكافيرنس سبيس دي من البلاد فيحصل ريلاكسيشن للقضيب. دي موجوده في الكوربورا كافيرنوزا، الاجسام الكافيه دي بيسموها كوربس كافيرنوزا، وده كوربس كافيرنوزا بتاع البينس في القضيب، وفي كمان البالب بتاعه الفيستيبيول والكليتوريز اللي هو المهبل والبذر في الانثى، دي موجود برضو جواها، والنزل كافيتي والفومرونيزال اورجان في التجويف الانفي وفي العضو الانفي المكاعي في الجهاز التنفسي، دول موجود فيهم براكتايل تيشو. الفينا كوميتانز ده عباره عن بير ديفينز اون ذا سايد اوف ان ارتري، اتنين فين حوالين ارتري فيسموها الفينا كوميتانز. بالسيشن اوف ان ارتري بيليف تو هيلب ذا فينوس ريتيرن، يعني ايه؟ يعني شو واردين مصاحبين لشريان فيسموهم الفينا كوميتانز. قالوا ان البالسيشن بتاع الارتري يعني انقباض النبضات اللي بتمشي في الارتري بتساعد الدم انه يرجع من الفين باتجاه القلب، فده بيسموه فينا كوميتانز، الوريد المصاحب. وريد مصاحب ليه؟ وريدين وماشي في وسطهم ايه ارتري، فينا كوميتانز. قالوا ان البلسيشن بتاع الارتري بيساعد في رجوع الدم من الفين، يخلي الدم يتحرك، يساعد الدم انه يتحرك باتجاه الفين. حضرتك عارف ان الفين زي ما هنعرف ان في فالفز تخلي الدم يمشي من الاطراف لباتجاه القلب، كل الجسم يبقى كله في اتجاه الايه القلب. هو بالشكل ده كده ارتري هو ماشي وحواليه اتنين فينز، الاتنين فينز دول بنسموهم فينا كوميتانز، الاوردة المصاحبة. الفينوس بليكسس او الضفيرة الوريدية، زي ما كان في البليكسس فاسكولوزا او الضفيرة الوعائية الشريانية، في هنا في تحية الفين في فينوس بليكسس. هايلي انستوماتيك نتورك اوف ذا فالفلس فين فورمد باي ذا فينز ان ميني بليسز اوف ذا بادي، اللي بص نلاقي في ضفائر وريدية الفينز بتتجمع مع بعضها فتعمل شبكة تسميها ايه فينوس بليكسس او الضفيرة الوريدية. الضفيرة الوريدية دي الاوردة اللي فيها ما فيهاش فالفس، ما فيهاش صمامات، زي ايه؟ زي الفينوس بليكسس اللي موجودة حوالين الحبل الخصبي، ودي الخصية. الخصية طالع منها ما يسمى بالسبرماتوكورد، الحبل الخصبي، الحبل الخصبي ماشي في الدكتس ديفرنس او الوعاء الناقل، حوالين ده في ضفيرة وريدية. الضفيرة الوريدية هنعرفها تفصيلا في الميل جينيتال سيستم، بيسموها بامبيني فورم بليكسس. البامبيني فورم بليكسس شبكة من الأوعية الدموية، بس أنا أوعية دموية عبارة عن فينوس سايد، يعني فينز عمل التشابك مع بعضها. ليه بقى دي فايدتها ايه؟ فايدتها بتعمل ريجوليشن للبلاد اللي التمبريتشر اللي داخل للتستس، علشان يحصل تخليق للحيوانات المنوية داخل التستس عاوزين درجة حرارة ملائمة أقل من درجة حرارة الجسم بحوالي 3-4 درجات. فالأرتري جايب دم سخن من الجسم ونازل لفين؟ نازل للخصية. يجي الفينز اللي حوالين الخصية دي وهي خارجة تلف حوالين الأرتري كده، الخصية يا جماعة بره الجسم، الأرتري اللي لف حواليه دي تحمل دم بارد ولا دم حرارته عالية؟ لا، دم حرارته منخفضة عن حرارة الجسم. فالشريان هو داخل حامل هوت بلاد او دم مواكب لدرجة حرارة الجسم 37-39 درجة، يدخل جواها تعمل حواليه الفينز الحلقة دي اللي هي بنسميها فينوس بليكسس، في الخصية نسميها بامبيني فورم بليكسس، تمام؟ تقلل درجة حرارة الدم اللي نازل للخصية، الشريان جاب دم سخن تلف حواليه اللفة الفينز دي تقلل دمه الحرارة اللي فيه فتنزل دم ملائم درجة حرارة العملية للسبرماتوجينيسيس او تكوين الحيوانات الايه المنوية. فبقى الفينوس بليكسس دي عبارة عن ايه؟ نتورك من الفالفلس فين فورمد
باي ذا فين ان ميني بليسز اوف ذا بادي زي البامبيني فورم بلكسس. المثال بتاعنا اهو بامبيني فورم بلكسس في الخصيه زي ما حضرتك شايف الشريان داخل والاورده لفت حوالي كتير. طب عملت الحلقات ده حوالي ليه؟ عشان تعمل سيرمو ريجوليشن، تظبط حراره الدم اللي نازل للايه للخصيه، بدل ما يبقى دم حرارته زي حراره الجسم 39 او 37 درجه لا تقلله لحد 33 ايه درجه. في كتير بقى امثله كتير، زي في اوربيتال بلكسس حوالين العين، دي كلها عباره عن فينوس بلكسسز. في الفينوس ساينسز يعني الجيوب الوريديه، الجيوب الوريديه دي بنقول ان بعض الفينز او سام فينز وزاوت اندبندنت وول اند ار انكلوزد باي دنس ممبرين تعمل جيب وريد زي ما حضرتك شايف كده. في جيوب وريديه حوالين برين الدماغ من الديورا ماتر او الام الجافيه، بنسميها الساينس ديورا ماتر بتاعه الايه البرين زي ما انت شايف كده اهو. حوالين البرين في جيوب ورديه، الجيوب الورديه دي عاملاها الام الجافيه او طبقات الام الجافيه، ما بينها ما يسمى بالفينوس ساينس او الجيوب الايه الورديه بالشكل ده. حوالين البرين هنا نلاقي في جيوب ورديه، الجيوب الورديه دي عباره عن ايه؟ دنس برين عمل جيوب هنا، عمل جيوب ورديه هنا، بنسميها الفينوس ساينسز. فينوس ساينسز دي مسميات حضرتك هتقابلها خلال الترشيح، تبقى فاهم كل مسمى بينم عن ايه. الفينز، الفينز دي عبارة عن vessels transport the blood back to the heart from the body to the heart. الفينز ده الهورس، الميجور vessels، الميجور فينز في الهورس، ادي الهارت. الفينز بترجع الدم للقلب، انما الشرايين كانت بتاخد الدم من القلب توزعه للجسم. زي ار جنرال ارجيك ارتريس بتتوزع زي الارتريس كده، ولكن بتبقى الكاليبر بتاعها بيبقى جريتر، وهنشوف الفرق ما بين الارتر وفي نهايه المحاضره. بيبقى القطر بتاعها اكبر من الشريان، والبول بتاعتها بتبقى سن، والاناستوموزيس او التفاغر ما بينها والتشابك ما بينها بيبقى عالي جدا عن الارتري، يعني الاورده بتتشابك بصوره اكبر من الشرايين، لان ما بينها بقى كوميونيكيشن وما بينها كوميونيكيتنج برانشز. انا جينا الكلمه كوميونيكيتنج برانشز احتاجناها ايه؟ تفرعات وصليه او وصلات ما بينها عديدة، وتفاغرات وتشابكات عديدة عن الارتري. الفينز بتبقى فيها فالفز، فيها صمامات، انما الارتريز بتبقى فالفز. الارتري ماسوره سالكه، انما الفينز فيها صمامات. الصمامات دي تعمل ايه يا جماعه؟ تضمن سريان الدم باتجاه القلب، يعني جاي من الرجل رايح على القلب، جاي من الايد رايح على القلب، جاي من الدماغ رايح على القلب، وليس العكس. ادي الوول بتاعه الفين بتبقى سين عن الارتري، بتبقى الرينج بتمنت بتاعتها زي الارتري بالظبط. التونيكا اكسترنا والتونيكا ميديا والتونيكا انتما، في برضه لارج فين وفي ميديوم سايز فين، وفي الفينيوز تصغير الفينز اللي هو الوريد الفينيوز، يبقى ده بيتفرع لاصغر في اصغر في اصغر، يديني الفينيوز. الفينيوز في النهايه بتبقى نهايته ايه؟ الكابيلاريز، فينوس كابيلاريز بالشكل ده كده. الصوره دي شفناها في الارتري، ادي اللارج سايز ارتري، وده الميديوم سايز ارتري او الماسكولار، وده الارتريول، ودي الكابيلاريز هنا برضو لارج فين وميديوم سايز فين والفينيول، وبعدين ايه الكابيلاري. الكابيلاري او الشعرات الدمويه بتبقى ناحيه الفين وناحيه الارتري، دي سموها فينوس كابيلاري والارتريال كابيلاريز. فالفينز زي الارتري بتتقسم للارج سايز فينز وميديوم سايز فينز وفينيولز. انا قلت الفينز بيتميز بوجود الفالفز. الفالفز دي بتتكون من التونيك انتما، من الطبقه الداخليه زي ما حضرتك شايف كده، هي دي التونيك انتما، عباره عن اندوثيليال سيل بتكون صمامات داخل الاورده بالشكل ده كده. ادي الفالف اهي، الفري ايدجز اوف ويتش ار دايركتد توردز هارت. الفالف دي جايبيه او بالشكل ده كده متجهه الفري اند او النهايات الحره متجهه ناحيه الهارت. الهارت هنا تسمح بمرور الدم في اتجاه القلب بالشكل ده، الفري اندز بتاعتها متجهه ناحيه الايه الهارت كده. لو الدم حاول يرجع بص المفروض تقفل بالشكل ده كده، يبقى الدم ماشي في اتجاه القلب ورجع، هي تقفل عشان تمنع ارتداد الدم منها، انما تمشي الدم في اتجاه الايه الهارت.
They are most numerous in the veins of the skin and the deep veins of the extremities. موجودة بكثرة قوي الفالفز دي في الاكستريميتيز. حركة الدم تمشي الدم في اتجاه القلب عن طريق الايه الماسكولار كونتراكشن بالشكل ده كده. شايف الفالف دي الفالف اللي هي هيلسي فالف او صمامات سليمة. الدم يمشي في اتجاه القلب ما يرتدش تاني، انما دي ان هيلسي تعمل فاريكوزيس تعمل دوالي بقى لما يكون الرجل كده. في بعض المهن زي الحلاقه اللي بتحتاج وقفات طويله قوي بيحصل ايه؟ بيحصل ان الفالفز دي بتضعف، فبيحصل ايه؟ بيحصل ان الدم بيرجع تاني ويحصل انتفاخ في الرجل، فتدينا حاجه اسمها فاريكوزيس او دوالي بالشكل ده كده. فدي هيلسي اهي، انما دي ايه؟ ديزيزد فين فالفز. They are absent in the most vein of the body cavities والفيسرا. دائما الفينز الداخلية اللي هي في الفيسرا وفي البادي كافيتيز بتبقى الفالفز بتبقى ايه absent، انما بتبقى منتشرة قوي الفالفز في السكين في الفينز اللي موجودة في السكين وموجودة في الايه في الاطراف. Means of the connection between the arteries and the veins. الارتري والفينز بيجتمعوا ازاي مع بعض؟ عن طريق مجموعة من الوصلات، اما في صورة كابيلاريز اللي هو بنسميه arterio venous connection، يعني ما بين الارتري والفين connection، الوصلة ما بين الارتري والفين، يا اما عن طريق كابيلاريز او arterio venous anastomoses او شانتس قناطر او كباري ما بين الارتري والفين، او الساينوسويد جيوب ما بين الارتري والفين. هنشوف بقى الكونكشنز المختلفة دي. اول حاجة كابيلاريز عبارة عن تيني بلاد فيسلز connecting between arteriole and venule. دي عبارة عن أوعية دموية دقيقة جدا بتجمع ما بين ايه؟ ما بين الارتريول اللي هو اخر حاجة في تفرعات الارتري والفينيولز، اخر حاجة في تفرعات الايه؟ الفين. الول بتاعتها بتبقى سين consists of one layer of the cell، بتحتوي على طبقة واحدة. الجدار بتاع الكابيلر زي ما حضرتك شايف كده بيحتوي على طبقة واحدة من الاندوثيليال سيل. طول ما انت ماشي كده من لارج ارتري لميديوم سايز ارتري لسمول سايز ارتري اللي هو الارتريولز للكابيلاري عمال يفقد الارت. شايف الارتريولز كان في طبقه عضلات حواليه الارتري، الثلاث طبقات زي ما قلنا اكسترنا وميديا وانترنا، فقد الطبقات بقت طبقه واحده. فهنا في نهايه التفرعات بتاعته هي الكابيلاري، ودي بتبقى الول بتاعتها بتبقى بيرميابل فيها نفاذيه ويقلو الاكسشينج اوف ذا نيوترانت اند جاز، بتسمح بقى بتبادل النيوترانت ماتيريال المواد الغذائيه والجاز في التشو. داخل التشو يتفرع شرايين، يتفرع لحد ما يدين الارتريول، وبعدين يتفرع لمجموعه من الكابيلاريز. الكابيلاريز بتاع الارتري والفين بيجتمعوا مع بعض، الدم والفلويدز اللي تروح للتشو هنا من ناحيه الارتري تتسحب ناحيه الايه الفينز، بس تشو او النسيج سواء عضله سواء اورجان ياخد بقى النيوترانت ماتيريال وياخد الجازز في المنطقه دي، والفضلات تروح عن طريق الايه الفين. فاول مين اوف كونكشن ما بين الارتري والفين او اتصال ما بين الارتري والفين هي الايه الكابيلاريز. عندنا في تو تايبز اوف ذا كابيلاريز، نون فينستريتد كابيلاري وفي فينستريتد. يعني ايه نون فينستريتد؟ يعني كابيلاري متصله، الطبقه الداخليه بتاعتها متصله عباره عن طبقه كامله من الاندوثيليالز الكونتينوس. هو في نوع تاني مش كونتينوس، هنشوفه دلوقتي. ده كونتينوس معناها ان الاندوثيليال سيل ماسكه في الممبرين وكامله، الاندوثيليال سيل انزي بيزا لامنا دونت فورمينج اوبننج، ما فيش اوبننج، هي شايف زي حضرتك كامله اهي، دي بيسموها الايه الكونتينوس. فالاندوثيليال سيل انزي بيزا لامنا كان اكت اس سيلكتيف فلتر ان كونتينوس كابيلرز. في الكونتينوس كابيلرز او النون فينستريتد الطبقه دي تدخل بقى اللي عايز تدخله، ما تدخلش، ففي سيلكتيف في البرميابيليتي هنا، دي كونتينوس لاير من الاندوثيليال سيل، فدي بيسموها نون فينستريتد او كونتينوس كابيلاري. النوع الثاني بقى يبقى عكسه يا جماعه، هيبقى ايه؟ فينستريتد. ما دي نون فينستريتد هتبقى الثانيه ايه اسمها؟ فينستريتد مثقبه. اهو بص حضرتك بقى في ثقوب في الول، اهو بقت الخلايا مش متصله. شايف في منطقه ايه؟ فينستريتد اندوثيليال لايننج، بقى الاندوثيليال لايننج مش كامل، في مناطق فارغه اهو. وده بنحتاجه امتى؟ لما يكون عاوزين اكستشينج عالي. The endothelial cell body forms a small opening called fenestrations which allow components of the blood and interstitial fluid to bypass the endothelial cell on their way to the to form the tissue surrounding the capillary. The fenestration may be represent or arise from pinocytotic vesicle which open into both the luminal and the basal surface of the cell.
The extent of the fenestration may depending on the physiological state of the surrounding tissue. Fenestration may be increased or decreased as the function of the need to absorb or secrete. Endothelial cells are surrounded by continuous basal lamina, which can act as a selective filter. البيزل لامينا اللي بره حواليها بقى دي الاندوثيليال سيل. احنا قلنا في فراغات لما بيكون في الاكسشينج عالي عاوزين في تبادل في المنطقه دي يكون هاي ريت او المعدل بتاع التبادل عالي، يبقى هنا تبقى تتواجد الفينستريت الكابيلاري، ولكن حواليها البيزل لامينا قافله. عاوزك تخلي بالك من النقطه دي، البيزل لامينا اللي حوالين الكابيلاري دي مكتمله، انما الاندوثيليال سيل في ما بينها وما بين بعضها ايه فراغات بنسميها فينستريشن. يبقى في النون فينستريتد اللي هي كونتينوس البيزل لامينا كامله والاندوثيليال سيلز كامله مع بعضها كامله، مفيش ثقوب ما بينها. انما في الفينستريتد في ثقوب، انما البيزل لامينا كامله برضو في ثقوب ما بين الخلايا الطلائيه اللي موجوده بالداخل دي زي ما حضرتك شايف كده اهو. ادي التو تايبس ديت كونتينوس او ام فينستريتد او نون فينستريتد زي ما حضرتك شايف، ودي الايه الفينستريتد المثقبه. بس برضو في المثقبه اللي عاوز تاخد بالك منه ان البيزل لامينا هنا ايه كونتينوس وهنا ايه كونتينوس، اللي مش كونتينوس مع بعضها هنا في الفينستريتد هي الاندوثيليال سيل، انما في الكونتينوس او الانفينستريتد او النونفينستريتد دي ايه دول ملتحمين مع بعض، يعني طبقات منتظمه مع بعضها ما فيش ما بينها ايه فراغات. الكابيلاري بيد عباره عن نتورك اوف ذا كابيلر سبلايد باي ا سنجل ارتريول اور ميتا ارتريول. الارتري دوت الكبير ده لما يديني ارتريول في النهايه او ميتا ارتريول، مجموعة الشعيرات الدموية اللي خارجة من أرتريول واحد دي نسمها كابيلاري بيد، واللي تقابلها من فينيول واحد، مش ده فينيول قلنا ده أرتري، يديني أرتريول أو ميتا أرتريول تصغير الأرتري تمام، وده الإيه الفينيول. الفينيول ده والميتا فينيول يديني مجموعة من الكابيلاري. مجموعة الكابيلاري طالعة من أرتريول واحد أو طالعة من فينيول واحد، من فينيول واحد نسميها إيه كابيلاري بيد. يبقى دي كابيلاري بيد ودي كابيلاري بيد. يبقى الكابيلاري بيد عبارة عن نتورك أوف ذا كابيلاري سبلايز باي أ سنجل أرتريول أور ميتا أرتريول. تاني نوع من الكونكشن بتوين ذا ارتري اور فين بنسميه ارتري وفينس اناستوموز اور شانت، الوصلة اللي ما بين الارتري والفين. الوصله دي بيسموها شانت او كوبري او وصله. زي ار سيكوال فاسكولار سيجمنت ذات كونكت سمول ارتريز اند فين ات اريا بريسيدنج ذا كابيلاري بيد. قبل منطقه الكابيلاري بيد، فهمني يعني ايه كابيلاري بيد بقى؟ اللي هي الكابيلاري طالعه من ارتريول واحد او فينول واحد دي بيسموها كابيلاري بيد تمام. الوصله اللي قبلهم دي يسموها شانت او اناستوموزس. زي هاف ثيرموريجولاتوري فانكشن زي الايربن، زي مثال عندنا اللي هو صوان الاذن في شانتس كتير جدا. ليه؟ عشان ينظم الحراره، الدم اللي جاي سخن والدم اللي بره بارد، ينظم الحراره في منطقه الايربن دي او منطقه صوان الاذن، فده بيسموه شانت. ادي الارتري وادي الفين، ده الارتريو فينوس اناستوموزس اللي شورت لحضرتك عليه، ده الارتريو فينوس اناستوموز او شانت، دي الكابيلاري بيد اهي. يبقى الوصله او السيكوال فاسكولار سيجمنت كونكت ما بين الارتري والفين بريسيدنج زي كابيلاري بيد دي بيسموها ايه ارتريو فينوس انستموز او شانتس، يعني تفاغر او تواصلات ما بين الارتري والايه والفين بالشكل ده كده. ده الكابيلاري بيد اهو، ده نوع من الاتصال قلنا اللي هو الكابيلاريز. الكابيلاري ادي ارتري وفين، الاتصال ما بينهم بيبقى في صوره ايه كابيلاريز او في صوره ايه تاني ارتريو فينوس انستموز. ارتريو فين ده واصله ما بين الارتري وما بين الايه الفين. ثالث نوع من الاتصال ما بين الارتري والفين بنسميه الساينوسويدز اللي هي الجيوب الوريديه. يبقى الارتري يلتحم مع الفين او يتصل بالفين عن طريق كابيلاري او عن طريق شانتس او اناستوموزس وصلات زي ما شفت انت في الشرايح السابقه، او طريق ساينوسويدز. الساينوسويدز دي عباره عن الريجولار تيبولار سبيسز ار فاوند وير ا فيري فري اكسشينج اوف سبستانس اور ايفن سيلز بتوين بلاد ستريم اند ذا اورجان از ادفانتجيوس زي الليفر والسبيسز والريد بون مارو. دي جيوب كده ساينوسويدز، جيوب موجوده داخل الاعضاء زي الكبد والسبلين. بتبقى موجوده امتى الجيوب دي؟
الجيوب اللي انا بشاور عليها دي لما يكون احنا عاوزين اكس تشينج عالي بالشكل ده كده، دي بيسموها ساينوسويد، زي جيوب الكبد كده. على الصوره اللي قدامنا دي عباره عن كروس سيكشن في الليفر لوبيولز، في فصيصات الكبد اهوت، دي الساينوسويد. ودي صوره استولوجيكال سيكشن للليفر لوبيولز بي اتش ان دي ستين زي ما حضرتك شايفه. الساينوسويد form from branches of the portal vein in the liver and from the arteriole in the other organ. بتتكون السينوسويدز دي من البورتال فين في الكبد ومن الارترس في الاعضاء الاخرى. ادي السنتر هيباتيك فينز والبورتال فينز يعملوا البلاد ايه سينوسويدز جيوب دي. السينوسويدز ايه فرق عن الكابيلاريز؟ يعني احنا قلنا الكابيلاريز عبارة عن تفرعات صغيرة جدا من الشرايين والأوردة بتتجمع. قلنا قلنا هنا في بيزال لامنة وبعدين الاندوثيليال سيل. الكابيلاريز الاندوثيليال سيل يا إما كونتينوس مستمرة مع بعضها بالشكل ده كده، يا إما فينستريتد هي مثقبة يعني الخلايا بعيدة عن بعضها فسايب أماكن. إنما بقى في السينوسويدز كمان البيزال لامنة الخارجية دي كمان فينستريتد يعني انكمبليت بيزمن تمبرين، فهنا في الاكستشينج يبقى عالي. يعني هنا لو في سوائل بره دي تنتقي عشان تدخلها جوه، دي يبقى انتقاء بس بسرعه برضو لان في فينستريشن. انما هنا الاكستشينج يبقى عالي لان البيزا اللامنه اللي بره الطبقه الخارجيه اللي بره ديت بتبقى انكمبليت، فالساينوسويدز الفينستريشن فيها بيبقى ايه عالي، ولذلك بيسموها الايه انكونتينوس. نشوف البلاد سبلاي اوف ذا بلاد فيسل. الفيسلز نفسها الارتري والفينز بيتغذوا منين؟ يعني مش بيتغذوا من الدم اللي ماشي جواهم ولا بيجي لهم غذاء منين؟ البلاد سبلاي بتاع الفيسلز الانر موست لاير اللي هي التونيكا انتما الطبقه الداخليه اند ذا 1/3 اوف ذا تونيكا ميديا باي ديفيوجن فروم ذا ليومينال بلاد. لو احنا شفنا الارتري كده الوول بتاعته دي التونيكا انتما والتونيكا ميديا والتونيكا اكسترنا بالشكل ده كده اهو، التونيكا انتما والتونيكا ميديا والتونيكا ادفنتيشيا الطبقه الخارجيه او اكسترنا. الجزء الداخلي التونيكا انتما وتلت الماسكولار لير التونيكا ميديا بيتغذى من الدم اللي ماشي جوه ده. الاوتر لير بقى الطبقه الخارجيه اللي هي التونيكا ادفنتيشيا وتلتين الماسكولار لير دي بيجي لهم غذاء منين؟ بيجي لهم شريان لوحدهم تصغير بقى بيسموه فازا فازورم. الفازا فازورم ده عبارة عن ايه؟ فيسلز اوف فيسلز يعني وعاء الوعاء، وعاء الوعاء يعني الشريان نفسه ماشي هو الوول بتاعته عاوز يتغذى كعضو، فيجيله فازا فازورم او وعاء الوعاء الفيسل اوف فيسل عشان يغذيه. ده عبارة عن سمول بلاد فيسلز. ايه بقى الفازا فازورم ده؟ عبارة عن سمول بلاد فيسلز ان ذا وول اوف ذا لارج بلاد فيسلز. الاوعية الصغيرة خالص بتتغذى بالديفيوجن من اليومينال بلاد من الدم اللي ماشي فيه، انما الاوعية الكبيرة دي عاوزة الوول بتاعتها تتغذى فيجي لها سمول فيسلز كده يسموه فازا فازورم. ده عبارة عن سمول بلاد فيسلز ان ذا وول اوف ذا لارج بلاد ايه فيسلز. النيرف سبلاي الامداد العصبي للاوعية الدموية. الارترز ار موستلي سبلايد باي نون مايلينيتد سمباثيك نيرف كولد نيرفاي فازورم او النيرفاي فاسكولاريز. العصب الكول بتاع الشريان نفسه زي ما كان بيجي لها الفازا فازورم يغذيها كامداد دموي، عاوز امداد عصبي. الامداد العصبي يجي لها منين؟ يجي لها من نون مايلينيتد سمباثيك نيرف كولد نيرفاي فازورم. يبقى الكول بتاعه بيتغذى من عصب الوعاء اللي هو بيسموه النيرفاي فازورم ويتش كوز فازو كونستريكشن. السمباثيك طبعا زي ما حضراتكم عارفين اي حاجه انرفيتد بالسمباثيك بيعمل ايه؟ يعمل رياكشن، يعمل فازو كونستريكشن يعني يعمل انقباض في الاوعيه. فيو مايلينيتد سمباثيك فايبر اول سبلايز ارتري زي ار سي تو بي سنسوري في الفانكشن. قالوا ان في بعض المايلينيتد اللي هي على مش سمباثيك برضو عليها المايلين شيس مش سمباثيك ودي بتبقى سنسوري في الفانكشن. في مجموعه من الريسبتورز موجوده في جدار بعض الشرايين، في باروسيبتورز وميكانو ريسبتورز والاستريتش ريسبتورز، دي كلها مستقبلات حسيه زي ما حضرتك شايف ده كومن كاروتيد ارتري بين
منقسم للاثنين اكسترنال كاروتيد والانترنال كاروتيد. الجزء بتاع الانتفاخ في نهايه الكاروتيد ده بيسموه كاروتيد ساينس. اللي يهمنا هنا ان موجود بعض الكيمو ريسبتورز اللي موجوده هنا بتستحس تغير الكربون دايوكسيد والاكسجين والبي اتش، وفي بعض البارو ريسبتورز والميكانو ريسبتورز، ودي بتبقى ريسبونس للانكريز او الديكريز في البلد بريشر، يعني ضغط الدم يزيد هنا او يقل هنا. اللي يستحسه ما يسمى بالبارو ريسبتور والميكانو ريسبتور. وده بيعمل ايه؟ بيعمل استريتش عشان يبعت ستيمولاي او مؤثر. المؤثر ده هو ينبعت للبرين يقول له والله ضغط الدم اتغير في المنطقه دي. ده الريسبتورز دي لما ضغط الدم يزيد تاثر هذه المستقبلات الريسبتور دي، فتبعت نيرف امبلس للبرين ستيم او لجذع الدماغ فيدي رد الفعل الاكشن، سواء بقى ضغط الدم زاد او قال. فدي نوع من الانرفيشن للوول بتاع البلاد فيسلز اللي هي مجموعه من الريسبتورز. يبقى تلخيصا كده للنيرف سبلاي، يا اما نون مايلينيتد سمباثيك يا اما مايلينيتد سمباثيك. النون مايلينيتد سمباثيك ده عباره عن موتور، المايلينيتد سمباثيك قالوا ان هو سنسوري. في بعض الريسبتور زي البارو ريسبتور والميكانو ريسبتور، ودي بتستحس الاستريتش اكشن سواء للانكريز او الديكريز في البلد بريشر. زياده الضغط هيعمل ايه هنا؟ هيشد الوول، هيزود حجم الجدار كده، هينتفخ الشريان. فالريسبتورز اللي موجوده او المستقبلات الموجوده جوه دي بيسموها مستقبلات للشد، تحس الزياده او النقص. تمام، في انقباض في ضغط الدم قليل، الدم زايد، يضغط على هذه الريسبتور يبعت ستيمولاي للبرين ستيم. وفي كيمو ريسبتور، الدم ماشي فيه اكسجين وكربون دايوكسيد والبي اتش بتاعته، تغير في دول بيستحس المستقبلات دي اللي هي كيمو ريسبتور، برضو تبعت اشاراتها للبرين عشان يعدل من وضعه، يعني يعدل من وضع او يخلي الدم في صورته الافضل في سريان. What is the differences between the arteries and veins؟ ايه الفرق ما بين الشرايين والأوردة او الشريان والوريد؟ نفكر كده، ايه الفروق اللي ممكن تكون موجودة ما بين الشريان والوريد؟ شوفها في الجدول كده. Comparison between arteries and veins. ايه الديفينيشن؟ الارتري قلنا vessels that convey blood from the heart to the tissue، بينقل الدم من القلب للتشوز الانسجة. انما الفينز بقى ترانسبورت بلاد باك تو ذا هارت، اللي بينقل الدم من الانسجة للقلب. العكس بقى، ده بيودي وده بيجيب. اليومن، تجويف الشريان بيبقى ناره اليومن، ولذلك ما بيبقاش كولابسد لما بيبقى امتي. اليومن بتاعه بيبقى ضيق وما يحصلوش كولابس، يعني ما ينضغطش، هو فاضي، تلاقيه الماسورة مفتوحة زي ما هي حتى لو فارغ من الدم. انما هنا اليومن بتاع الفين بيبقى وايد وبيبقى كولابس دوين امتي، تلاقيه انضغط لما يفضى من الدم، يحصل له ايه؟ يحصل له انضغاطة، وهنشوف دي في صورة قادمة ان شاء الله. الوول بتاعه بتبقى الوول بتاع الارتري سيك وول زام فين سبيشيالي زي ميدل كوت في الماسكولار ارتري والسمول ارتريز والالاستيك واللي هي اللارج ارتريز. فالوول بتاع الارتري بتبقى سك، انما الوول بتاع الفين بتبقى الوول بتاع الفين بتبقى سن. فحتى الارتري نقول عليه سيك وول نار اليوم، الفين نقول عليه ايه؟ سن وول وايد اليوم. يبقى تاني نركز يا جماعه، ان الارتري سيك وول نار اليومن، يعني الجدار بتاعه سميك واليومن بتاعه ضيق. انما الفين سين وول وايد اليومن. الديستريبيوشن، ارتريز بيتوزع عن طريق برانشز، يعني كان انبوبه ماشيه او خرطوم ماشي او ماسوره ماشيه وعماله تتفرع تدي فروع. انما الفينز بقى بنقول سرو ترايبيوتريز، يعني الفين بيتجمع يا جماعه، نقول روافد الوريد وتفرعات الشريان. يبقى الشريان له تفرعات، انما الوريد له ايه؟ روافد، زي نهر النيل بيتجمع من الرافدين وبعدين يمشي كده. فالفين بيتجمع تلاقي فينيولز وبعدين فينز صغيره، فينز اكبر، فينز اكبر، لحد ما يتجمع في اثنين فينز كبار اللي هم الكرينيال والكودال فينا كافا ويصب في القلب. انما الارتري ده طلع اساس الارتري ايه؟ لما نبدا الارتري بتاع الجسم يطلع من الاورطه، الاورطه يتفرع على الجسم كله. فالارتريز الديستريبيوشن بتاعه او التوزيع بتاعه عن طريق برانشز، انما الفينز بيتجمع عن طريق ايه؟ ترايبيوتريز او روافد الوريد.
الانستوموزيس هنا بيبقى موجود وهنا بيبقى موجود بس مور فريلي. الفينز بتتجمع مع بعضها بصوره كبيره جدا، بيحصل انستوموز ويكون فينوس بلكسس، يكون ضفائر وريديه، فبنلاقي مور فريلي ذان ذا ارتريس او فورم فينوس بلكسس ان ميني تيشو از النوز والانتستين. فبنلاقي ان الانستوموز بيبقى عالي جدا في الايه في الفينز عن الارتريس، ولكن هي موجوده. الفالفز هنا فالفريس، الارتريس ما فيهاش صمامات، انما هنا قلنا بتعمل ايه صمامات. هاي السيميلونار فالفز اتس ايجز دايركت توورد ذا هارت، بنقول الصمامات بتسمح بمرور الدم في اتجاه القلب، بتخلي الدم يخرج من الاورده كلها ماشي في اتجاه الايه الهارت، تسمح بمرور الدم في اتجاه الايه الهارت. البلسيشن الارتري بلسيتد الفين بيبقى نون بلسيتد، ده بينبض لانه مضخ من القلب على طول، فنبضات القلب بتسمع فين في الارتري، انما الفين بتبقى نوت بلسيتد. البوزيشن الارتري بتبقى ديب، الفينز بتبقى سوبرفيشال. الكونتينتس ده بيحمل اكسجينيتد بلاد اكسبت الايه بقى البالمونري اند امبليكال ارتريز. ركز معايا بقى، يبقى كل الارتري بتحمل دم ايه مؤكسج ما عدا ايه البالمونري ارتز اللي هي الشرايين الرئويه، وكمان الامبليكال ارتز اللي هنشوف في الفيتال سيركوليشن. الامبليكال ارتز في الفيتال سيركوليشن او في الدوره الدمويه الجانبيه بتحمل دم غير مؤكسج، يبقى كل الشرايين بتحمل دم مؤكسج ما عدا البالمونري والامبليكال ارتز. هنا الفينز كلها بتحمل دم غير مؤكسج، دي اوكسجينيتد بلاد اكسبت بالمونري فينز والامبليكال فينز. الامبليكال فين يا جماعه والبالمونري فين بيحملوا دم مؤكسش، او ده الفرق ما بين شويه. شايف حضرتك الشريان بيبقى الوول بتاعه سيك واليومن بيبقى ناره ونوك كولابس، ده اللي بقول لك عليه، حتى لو هو فارغ من الدم ما بيحصلوش كولابس، ما ينتنيش زي ده كده، ما يقابلش بعضه، يحصل له انضغاطه كده اللي هو الفين بيحصلها. فالفين بنلاقيه سين وول واليومن بتاعه بيبقى وايد، ادي الارتري سيك وول انما الفين سين ايه وول. ادي ارتري شايف اليوم بتاعه وناره، انما الفين بيبقى اليوم بتاعه اكبر ولكنه بيحصل له كولابس، وديت الايه الكابيلاري، ده الارتري وده الايه الفين. ده كان الدفرنس ما بين ارتريز والفينز. الى هنا ينتهي حديثنا، الى لقاء اخر ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.